الحمد لله. تمام، الله يبارك الله اها، فيك. الحمد لله. المشكلة مشكلتكم شنو يا عبد الله؟ المشكلة، نعم مشكلتكم المشكلة بال انت رسلت عنده عنك وعندكم مشكلة يا طول منطقة. انت نعم بتتكلم من وين انت يا عبد الله؟ بتكلم معك من كثير العوامرة. نعم نعم كثير العوامرة، نعم محلية الحصحيسة. الحصحيسة الجزيرة، اهل حبابك يا عبد الله. نعم الجزيرة. المشكلة عليكم شنو؟ السلام ورحمة الله. أولا نهنيك على هذا البرنامج الناجح يعني من غير نعم مجاملة. نعم يديك بارك العافية إن الله شاء الله. فيك، بارك الله فيك. هو المشكلة شنو عاوز تتكلم عنها؟ المشكلة طبعا نعم في الكهرباء والمياه. نعم أولا الكهرباء طبعا المعروف السلك البوصلوي ده 70 ملي ده مفرغ على 2 وهي 35 ملي، فده عمل ضعف في التيار في التيار ويعني حرك كثير. نعم نعم حرك كثير من الأجهزة الأجهزة اللي نعم الكهربائية. نعم والكهرباء جاكم من وين يا عبد الله؟ جاكم من وين الكهرباء؟ مكتب المسيد. المسيد، مكتب المسيد. ايوه نعم مكتب طيب ده ما في دليل نحن نكلمه لك عادل ان شاء الله. نعم ان شاء الله والله عشان نكلمه ليه بارك الله فيك. انا حاجة نعم. المشكله دي اها نعم ان شاء الله. واي مشكله وبعدين عندنا المشكله في المويه. نعم في حاجه بتاعت 150 لتر طبعا المويه مربوطه بالكهرباء بيدفعوا والمويه ما وصلان والله 150 يعني لتر. ونحن عدد السكان عندنا هنا ما شاء الله اكثر يعني 10,000. احنا بتدفع المي اكبر مقدما قريه في طبعا. محليه الحصحيسه. وده بالنسبه للمويه والكهرباء يعني والكهرباء. حتى المويه نعم. الشبكه قديمه مرات تتلوث من الامطار الى اخره يعني. نعم نعم نعم. ثاني عندنا مشكله في الخريف، في الخريف يعني احنا بنقطع تماما عن العاصمه وعن الحصحيسه لان المنطقه طبعا صينيه. نعم. ففي طريق ود السايح جاي من الجديد الى ابو شنيب الى المحيربه. نعم. ده طريق وسط يعني بربط من السيديرات الطريق الشرقيه والغربيه وكابتن العمل فيه ما ماشي لكن يا عبد الله. العمل توقف يعني هو 75 كيلو سقطت فقط 13 كيلو. الكلام ده له 10 سنه. نعم نعم نعم. فده بربط نحن بنعاني معاناه شديده جدا يعني في نساء بتوفى بسبب عدم الاسعاف في وضوع او بسبب مثلا شخص يكون مصاب بزايد او كذا يموت قبل ما يحصل الى محل العلاج. نعم. يعني نرجو من المسؤولين يعني يحلوا هذه المشاكل لانها مهمه جدا بهذه المنطقه، وطبعا هذه المنطقه تقع في وسط الجزيره في بحر الجزيره بالتحديد يعني. جميل. هذا الطريق يحل مشكله اكثر من 75 قريه. نعم نعم مشكله والله مشكله. نعم والله مشكله كبيره جدا يعني. ده مشاريع حيوي 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 ومر منطقة إنتاجية، ونسأل الله إنه يتم بأقرب فرصة. شكرا يا عبد الله، شكرا يا عبد الله. بارك الله فيك على المداخلة بارك بتاعتك. بارك الله فيك. لسه عندنا نخش أغنية ولا نشوف نقرأ شوية في الجرايد؟ طيب فيسبوك تغاضي حكومات اطلعت على بيانات مشتركيها. طيب إمام المسجد الكبير يطالب بإغلاق دور العجزة بالبلاد. بالمناسبة في واحد اسمه سرحان، واحد صاحبنا بالتلفون بس من توتي كان اتصل بي أول امبارح وقال لي يا أخي أنا جيت السودان وفي بعد غيبة طويلة في ظواهر عجيبة جدا جدا ما ردته اللي هي دور العجزة. فبقول على انه سرحان ده كان زعلان جدا جدا وبقول دي مثلا أصلا المفروض تكون معنا نحن ونحن نعرف بر الوالدين ديننا وثقافتنا وكلها بتجامع على المثل دي. كيف تكون في دور بتاعت عجزة في السودان؟ وحسب كلامه انا قلت له ان شاء الله الحلقه اللي بعد الجايه تتكلم معانا في الموضوع ده. فده هنا قال امام المسجد الكبير يطالب باغلاق دور العجزة بالبلاد. ده اتوافق مع كلام سرحان. سرحان ان شاء الله المره الجايه تكلمنا بالمراره اللي حسيت بها انت تجاه، لكن المثل اللي قايته فيها اخذ ورد. فده في الوان المجهر المكتب القيادي الوطني يعقد اول اجتماعاته ويستكمل عروضته اليوم. مصرع واصابه غير شخص في حادث سير ببحري. وزير الماليه تخفيض الصرف الحكومي غير ممكن. حول كيف ما ممكن؟ ممكن قال ممكن، لكن افتكر انا سمعت المؤتمر بتاعه قال نحن نحاول نزيد الايرادات. اذا الصرف الحكومي اصله كله مرتبات طبعا ممكن تخفض يعني بل الناس دايره زيادة، لكن لو صرف الحكومة في حاجات تانية ممكن يترشد وممكن تحصل له حاجات كثيرة يعني. الحكومة طبعا الكلام مفاوضات دارفور باديس تنطلق بمن حضر، ده الكلام اللي قاله أمين في جريدة تانية. الصيحة
والي سنار لصيحة تعديل الدستور حيلة لتغيير الولاء. قمنا يعني ده ما يعني ما يتغير يعني ولا طيب ما يتغير ولا في دول مخلد يعني. علي الحاج يطالب البشير بتأجيل الانتخابات. ده في الصيحة التغيير. برلمان يكشف عن فساد بمكة الثروة الحيوانية. ده في التغيير. اليوم التالي كرتي البشير يقنع إيجاد باستمرار وساطة لمعالجة أزمة الجنوب. السوداني وزير المالية صادرنا حسابات جهات حكومية. دولة الجنوب تحتزم نشر قوات على الحدود وإقامة منظومة دفاع جوي. لا حول ولا قوة. دي ما أنا ما قريت مثل الخبر لكن إن شاء الله يكون خير يعني. دولة الجنوب تنشر قوات على الحدود. يمكن بعد شوية نقرأ مثل الخبر ونرجع لكم. الانتباه جوبا مشار يريد الانفصال. كمان انفصال داخل الانفصال. هذا انفصل بقى على النيل الكبرى ولا شنو؟ ضبط شبكات تدير عمليات التسوي بالعاصمة. هي دي أدوبة البطوة دي ما معروفة. كل المتسولين اللي قاعدين في العاصمة دي يعني متوزعين العاصمة في شبكات بتديرهم وعبارة عن محميات ودول يخشها ما في. أنا أتذكر علي مهدي كان عمل مرة انتحل شخصية بتاعت مسول ولف على المناطق التسول فتعرض لمضايقات شديدة ولضرب وحاجات